ثلاث خمس إلا ثالث وقت وإلا بعدها مرات فكرت إلا وكل إلا وقع بدا اسم المراد للذات وذلك قسمان قسم وقع في تفريغ وقع في تفريغ أشغل العامل بأحد الأسماء الواقعة بعد إلا والبقية ينصبها كما هو وصف الاسم الواقع بعد إلا فتقول ما جاء إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا إلا محمودا إلا سعيدا جاء شغلتها بالأول والبقية قطعتها للاستثناء فنصبتها واضح؟ وإن تقام لا لتوكيد فلا تغريض التذيرة بالعامل تعفي واحد ولا يتغير الأول بل اشغل العامل بأيما وإن كان الأول أرجح لقربه فلك أن تقول ما جاء إلا سعيدا إلا عليا إلا خالدا إلا مسعودا إلا عليا اشغلت العامل بآخرها هذا لا شيء فيه ولكن الأول أرجح لقربه وإن تقام لا لتوكيد فما تغيره والتغيره معناه أن المستثنى منه لم ينكر فر بك وإن يفرغ سابق قل إلا لما بعد يقوم كما له إلا عدم حد التغيير ما لم ينكر فيه المستثنى منه ولا يقع في الصيغ إلا بالذي خاص لا يقع في العباد لا تقول جاء إلا زيدا رأيت إلا زيدا لا يقال هذا ذكر صفة أخرى قال ودون تغيير مع تقدم المستثنيات يصف الجميع وتقول ما جاء إلا زيدا إلا عليا إلا عمرا إلا خالدا القوم فأقول ودون تغيير مع تغيير أيام المستثنى منه يقدر وتقوم لكن لا قدرت المستثنيات وهذا مفهوم من قوله قبل هذا وغير نفي وغير نصب سابق الذي قد يأتي ولكن نصب مخترق فنقول ودون نصب لتأخيرهم إذا تأخرت المستثنيات نصبها جميعا غير أنك تجعل واحدا منها كما لو كانت إلا مرادا إن شئت نصبته مرجوحا وإن شئت أبدته مما بعده راجعا فتقول ما جاء القوم إلا علي بدل ما يقوم قوم إلا علي إلا سعيدا إلا خالدا إلا محمودا ولك أن تقول ما جاء قوم إلا علي إلا خالدا إلا محمودا نصبت الجميع مرجوع فإن كان منقطعا تعين عند جميع العرب وجاز عند جميع تقول ما جاء قوم إلا حمارا إلا سعيدا إلا خالدا إلى آخرها ودون وصف لتأخير وجيب واحد منها كما لو كانت دون زائد كما لو كانت إلا غير مكررة وذلك إما أن تبدل ما بعد إلا مما قبلها بدل بعض من كل وإما أن تصفه مرجوحا وإن كان منقطعا نصبته بكل حال إلا عند تميم فيجلس عند مرجوحا لإبداله فنقول كلم يفو إلا مروان إلا علي كلم يفو مروان أبدلها من الواقع في يفو وعلي نصبها لكن وقف على بلوعة ربيعة فكان يقول إلا علي وهي علي مقدرة وحكم هذا القصد حكم الأولي ويقتنع الإعراب لكن لا حكم الأول تقول ما جاء قوم إلا سعيد إلا علي إلا خالد إلا محمود الأول ارتفع بدل والبقية انتصبت على الاستثناء لكن الحكم واحد كلها داخلة لأن الاستثناء بعد إلا من كلام منفي ما بدا داخل ومن كلام موجب ما بدا خارج ما جاء القوم إلا زيدا ما جاء القوم إلا زيدا أو إلا زيدا سيتاخر الحكم وجاء القوم إلا زيدا خارج من الحكم فنقول الحكم واحد بالقصد الحكم الأول يقال وسأل مجرى أن قال غير مستثنى بها والمستثنى بغير لا يخالق الجرى بالإضافة لأن الضرب لي وتجرره
المنكر تفاهم ويقام ليس للاقى ما بين الله كان ما قبلها تاما موجبا لا تصل تقول جاء القوم غير زيد وان كان ما قبلها تاما منفيا لكن ابدال غلال ما قبلها راجحا ولك لك ابدال غلال ما قبلها راجحا ولك نصبه ولك نصبها مرجوحا تقول ما جاء القوم غير زيد راجح وما جاء القوم غير زيد مرجوحا وان كان مقطعا تعيا النصر وجاز عند تميم فتقول ما جاء القوم غير خلال غير خلال عند تميم مرجوحا كذلك وإن كان السلام مبررة تقول ما جاء غير زيد باب آخر بعد وما جاء القوم وما رأيت القوم وما رأيت وما رأيت غير زيد وما رأيت غير زيد ألا قولي واستدري لا تغرم بغير مغرمة بمال مستغرم به إلا نسبا ومع ذلك تستطيع أن تراعي محله وإن كان مجرورا نقرا تقول جاء القوم غير زيد وأمرا أمرت على محل زيد لأنه في نصه كان منصوبا على السلام عرض له الجر بإضافة غير واضح؟ نقل رحمه الله وليسي وانسى رائع جعل هذا صحي وهذا صحي يقابل القول الآخر هو أن سوى في لغاتها لا تخرج عن الظرفية وهذا رئيسي قول رحمه الله تعالى السنة العربية يقول جاء الذي سواك حكم عليها بأنها ظرف لأنها وقعت صيغة الذي وصلة الموصول لا تكون إلا جملة وشبه جملة وشبه جملة جاء ومجرور الله طبعا هي ليس جاء ومجرور فلتكن ظرفا ورد عليه بأنه سنة أن هذا هو الأكثر وهو كونها ظرفا ومع ذلك وقعت اسما تاما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوت قومي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سواهم مسلم انجرد منه قال وإن سواك من يؤمنه الأشقى وقاسما مبتدا اسما ديننا وسواك ما نرضي المحتاج مبتدا ما نقول ولي سوى سوى سواء جعل هذا صحيح ما لغير جعل من الغير لسنا بها فتعرف العرب ليس لاقى بين فتقول جاء القوم سوى زيد تقدر سوى مصر بها مقدرة وتقول ما جاء القوم سوى زيد فكان تقدر ضمة على أنها بدل وفتح على أنها على أنها مصر على السلام وتقول ما جاء سوى زيد على التفريق سوى فاعل ومعنى السوى سوى مغربي في ما جاء قوم ما جاء قوم سوى زيد تقدر البدل وتقدر النصر على السلام أنا قولي وليس وكذلك السوى كالإجام وسواء كصحاب ما قولي وليس سواء 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 يعني هذا صح لماذا غير إجراء السناب ليس وبلا يكون السناب ليس المستناب ليس ليس فيه تفصيل ينتصبه لأنه خبرها واسمها محذوب الوجوب تقدره هو يعود على البعض المفهوم من الكل تقول جاء قوم ليس زيدا هناك بعض لم يأتي اسمه ليس ضمير يفسر هؤلاء جماعة ليس البعض زيدا وتقول كذلك يكون بصيغة المطالعي المسند الغائب المنفي بحرف ناف أو حد وحيد هو لا تقول جاء قوم لا يكون زيدا المستناب لا يكون لا يغايق نصبا على ما خبرها خلا وغدا لك نصب ما بعد ذي الغال وفاعل ومحذر الوجوه ولك جره ذي حروف جر شبيه بالسائل لا معنى وهو الاستناء وليس لا متعلق وتقول جاء قوم خلا زيدا خدا زيدا خدا زيدا خدا زيدا أنا قلت وسلمي ناصرا بي ليس وخلا وبغدا وبي يكون بعدنا وجر بسبب قي يكون وهو خلا غدا ان تريد اذا احببت وبعد ما يتعين النصر لان ما يصير الى حاله مالي فعليه لان ما هنا مصدريه ومع ذلك قد ينجر وتقدر ما زائد انا قل ينجر قد يريد يا سيدي العرب قالوا جاء قوم ما خلا زيد قد ان ما زائد وخلا حرف شر وزيد مجرور واضح ليس
ذاك خلا حاشا حاشا له خلا أبو جاكم وحاشا زيدي وحاشا زيدي ولا تصحبها ولا غير ذلك. قال يقال جاكم وحاشا زيدي ولا يقال ما حاشا. والسنات رد عليه أنهم سمعوا رأية الناس رأية الناس ما حاشا قريشا وإنا نحن أفضلهم في عالم ما حاشا قريشا. ثم حتى يبين علينا نشر المؤمنين.